ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية تشهده الأسواق العراقية، ومعدة الزيت في صدارتها بعد أن أصبح سعره 5000 دينار للتر الواحد، مشهد بات يتكرر بسبب جشع بعض التجار وتخبطات أسعار صرف الدولار، والمواطنين في محافظة بابل يستغيثون من غلاء الأسعار مطالبين الحكومة العراقية بالحد من هذه الأزمة. شحتهم ومعمدة مرونة التاجر شمدري بالفقير شمدري، يعني انت صعدت الزيت لو صعدت الطحين لو صعدت التمن، هو الحرب بأوكرانيا احنا شعلينا شن هو بس ساعي صحون الدولار ساعي صحون النفط ساعي صحون الموازنة ساعي صحون فلوس ماكو. عمي دمروا لأمه بطلنا كل شيء ما نريد، نريد بس هسه صحتنا وعافيتنا. زيت شنو بطل الزيت بخمسة آلاف صباح شنو؟ قولي تطحين بخمسين ألف ليش؟ هو شنو الزاد؟ رواتب الموظفين الميتة والزودون التو، هو واحدهم 15 مليون بالبرلمان وواحدهم 50 مليون واحنا تفاليس يركضون ورانا عليهن. يعني هي كانت قبل حصيه يطلون لها ما تكفي احنا نشري، هسه الناس قصوها وهسه سمعت خبر ما ادري صدق صدق بعد ما متاكد يقول لك من الطحينه ما يقصون. فاذا يقصون هيك خلي يقولون لنا كل من يروح يدبر نفسه. يعني نخرج من العراق ما نبقى بالعراق هنا. يعني ماكو دوله ماكو قانون ماكو قانون قوي، يعني احنا نريد قانون قوي. يعني يمتى ما يوفروا لك الحصه التمويليه بالكامل يجيبوا لك اياها اكو دوله، يمتى ما يصير امان اكو دوله، يمتى ما اكو كهرباء قويه ومتوفره للشعب اكو امان، شوارع يبطون شوارع اكو امان. زين كل هاي ما بايديها النوب، هاي الفقراء هاي العالم كاتلها الجوع وكاتلها الظلم. يعني والله العظيم اشوف، يعني والله العظيم تقوم تشدق على راسك. اجهزه الامن الوطني في محافظه بابل تنشر مفارزها داخل الاسواق التجاريه لمراقبه الاسعار ومحاسبه المتلاعبين برفعها، متوعدين المتلاعبين بالاسعار باجراءات قانونيه صارمه. احنا مباشرين من 15/2 تقريبا باجراء جولات تفتيشيه ومتابعه التجار الجمله فيما يخص الاسعار. اجراءاتنا كقوات امنيه حسب توجيهات السيد الوكيل استخبارات تحقيقات الاتحاديه المحترم ومدير الجريمه المنظم العام المحترم، مباشرين باجراءات قانونيه بحق اي شخص من التجار اللي يمارس اعمال احتكار البضاعه او زياده الاسعار. الاجراءات القانونيه ضمن مديريتنا واجراءات من المحكمه تتخذ باجراءات قانونيه بحق اي شخص خلاف الأسعار السوق. الحكومة العراقية تلزم حاجز الصمت أمام هذه الأزمة، والمواطن العراقي بين غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار يرزخ تحت وطأة الفقر. لقناة وطن علياس محافظة بابل.